السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم باللقاء 17 لبرنامج أحذر الفساد الإعلامي. بنهاية اللقاء السابق أحد الحضور طرح سؤال متعلق بالعقل الجمعي أو ما يسمى بسياسة القطيع، فيا ريت يعيده حتى الرد عليه، لأن من المواضيع المهمة اللي خلت هواي ناس ينحرفون مع شديد الأسف. تفضلوا. ست سؤالي كان: هل يعقل أنه ملايين الناس اللي تتابع المغنين وأمثالهم كلهم على خطأ بينما رأيك هو الصح؟ أولا هذا مو رأيي، فأنا لا رأي لي مقابل أوامر الله تعالى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله تعالى في آيات عديدة مع روايات أهل البيت عليهم السلام حرموا سماع الأغاني، فتابع اللقاء 11 وراح تجد الأدلة الشرعية. ثانيا، البعض يعتقد أن الحق دائما يكون مع الكثرة، وهذا الاعتقاد مو صحيح، بدليل أن الله تعالى صرح في آيات عديدة عكس هذا الاعتقاد. أذكر لكم بعض الآيات الكريمة، قال تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال أيضا تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأيضا قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا تبين من خلال هذه الآيات وغيرها بأن الأكثرية مع الباطل وليس مع الحق. ثالثا، بغض النظر عن الواقع اللي نعيشه بأن أكثر الناس مع الباطل كما صرح بذلك الله تعالى، إلا أن العقل يحكم بأن الكثرة والقلة ليست ملاكا للتمييز بين الحق والباطل. فلو كان هناك بركان مستعر بالنيران وانت شفت بأن أغلب الناس تتجه نحوه وتسقط نفسها فيه، فهل سوف تتبعهم وترمي نفسك بالنار؟ بالتأكيد في هذه الحالة لا أتبع الأكثرية، ولكن النار الجميع يعرف أنها ضارة، ولكن لما الأكثرية تتابع الفرق الغنائية وبعض محتويات الإعلام المخالف للشريعة فلا أرى أنا فيه ضرر حتى أخالف الأكثرية. يبدو أنت ما كنت حاضر باللقاءات اللي خصصناها لبيان مخاطر الغناء أو ما كنت منتبه، فلذلك أرجو مراجعة اللقاء من رقم 6 إلى رقم 10. وعلى فرض أنك لم تتعرف على الأسباب التي لأجلها حرم الله تعالى بعض الأحكام، فهل تشك بعلم الله وحكمته لكونه حرم علينا ممارسة فعلا معينا؟ لا استغفر الله، مو هذا قصدي. أولاد انتبهوا علي، قبل قليل ذكرت قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق، ولذا أريد أن أبين لكم أمرا مهما لازم علينا أن نجعله حلقة في آذاننا، وهو أن كلام الله تعالى ترى هو الحق ودين الله حق. وبما أن دين الله الوحيد هو الإسلام، حيث قال: إن الدين عند الله الإسلام، لذا كل ما يحمله ديننا الإسلامي من قيم، من مبادئ، من أحكام، من أخلاق، من مفاهيم، من أفكار، من معارف، فهي حق، وحدود الله حق، وكل أحكام الله حق، ولا يجوز لأي مخلوق أن يتعدى حدود الله وأحكام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلذا لازم علينا أولا أن نعرف الحق بالتمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام وتعاليمهم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، ما أنت مسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بمعنى كل ما موجود في القرآن وعند أهل البيت هو الحق، ومن خالفهم فهو حتما على باطل. لذا تكليفنا يحتم علينا الاطلاع على ذلك الحق كي نجعله هو الميزان اللي نقدر نكتشف به بأن أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا هل هي على حق أم على باطل، وبأن الشخص الفلاني أو المجموعة الفلانية بأن هل هي على حق أم على باطل، وذلك بأن نقارن السلوك الصادر منهم مع الحق المتمثل في القرآن وأهل البيت عليهم السلام.
فإذا طابقه ووافقه فهم على حق، وإذا خالفوه فهم على باطل. ولكن مصيبة أغلب الناس أنها لما تعجب وتحب شخصا معينا فهي تتعلق به وتتابعه وتقتدي به دون أن تعرضه على الميزان اللي يفرق بين كونه هل هذا هو على حق أم على باطل. بل قد يعتقد البعض أنه على حق ما دام يوافق هواه وشهواته ومزاجه، وبأنه على باطل إذا خالفه. وهذا خطأ كبير نكتشف الواقع ومن تعليقات بعض الناس بمدح محتويات بعض المنشورات الباطلة، في حين أن الإمام علي عليه السلام يعلمنا قاعدة وهي أن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولكن مع الأسف بعض الناس تتعاجز عن البحث عن الحق الموجود في تعاليم الإسلام، والأغلبية يعرفون يميزون بين الحق والباطل لأن لديهم علم على الأقل بأبرز الواجبات والمحرمات المعروفة في الشريعة، ولكن مع هذا فهم لا يتمسكون بالحكم وما يعتزون به ولا يثبتون عليه، بل تراهم متأرجحين يتأثرون بكل ما يطرحه الإعلام حتى لو كان المضمون المطروح منحرف مخالف للعفة والحياء والمروءة والشهامة والرجولة وغيرها من القيم. لذا تشوفوهم كلما نزل منشور فحتى لو كان مخالف لقيمنا ومبادئنا نشوف المتابعين يأيدوها. لذا أقرأ في التعليقات ما يكتبون بعض المتابعين ودمي فور بالحقيقة، كان يكتبون للشبه عارية الله شقد حلوة، وهم محاسبون على هذه الكلمة لأن من رضي بعمل قوم كان منهم، أو يكتبون للملحد اللي شككهم بوجود الله أو اللي سقط القيم والأخلاق أحسن كلامك صحيح كلامك رائع، يعني حكاية تأخذهم وحكاية تجيبهم. والشريعة نهتنا عن هذا التأرجح بالشخصية الذي يسمى بالإمعة. روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أصحابه لا تكونن إمعة، تقول أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس. ومعنى إمعة يعني المتردد الذي لا يثبت على رأي ويوافق كل واحد على رأيه، بينما الدين الإسلامي يريدك أنت تقدر القيم والمبادئ مبادئ الأساسية ونثبت عليها وندافع عنها حتى في أحلك الظروف وللموت. فلازم تكون شخصيتنا قوية وما صير مثل كاروك ياهو اللي يجي يهزنا. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهؤلاء الإمعة وصفهم الإمام علي عليه السلام بالهمج الرعاع حينما قال الناس ثلاث، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل نائق يميلون مع كل الريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ست، شنو السبب اللي يجعل الإنسان متردد ما يثبت على رأي أو إمعة على قولة الإمام الصادق عليه السلام؟ لأن بصراحة هواي ناس يقضون حياتهم هم مترددين بقراراتهم ومشاعرهم وبتصرفاتهم، فمرة تشوفيهم مع فلان وأخرى مع علان. السبب هو أنهم ضايعين، وبما أن الإنسان ما يحب الضياع والوحدة فهو اجتماعي بالطبع، لذا يحب الانتماء لمجموعة، لأن شعر هذا الانتماء إلى مجموعة بأنه مو شاذ ويشعر بالأمان والسعادة. ولكن المصيبة تكمن في الانتماء العشوائي، فحينما يرى أشخاص يوافقوا على الأمور اللي يحبها مباشرة ينتمي إلهم حتى لو كان اللي ينتمي إلهم مخالفين لتعاليم الشريعة، أي كانوا على باطل. فإذا أحدكم كان يحب الأغاني أو التخنيث أو الشذوذ أو تعاطي المخدرات وغيرها، فترى يحب ينتمي للمجموعة اللي توافق مشاعره وسلوكه كي يشعر بأنه مقبول منهم فيسكت ضميره بالقوة. بينما المؤمن المتقي يرفض هؤلاء تماما، بل يحب أن ينتمي للمؤمنين المتقين المحبين لأهل البيت عليهم السلام والمعظمين لشعائرهم، فالطيور على أشكالها تقع. ست، ولكن بهالزمن اختلط الحق بالباطل وتاهت علينا الحقيقة، فشنو الحل؟ المفروض لمن ننتمي؟ أسألكم سؤال، هل أنتم تصدقون بكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال عنه الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ نعم بالتأكيد. إذن اسمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واللي راح يبين سبب ضياعكم وضياع الناس. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه الرواية من الروايات المتواترة والمشهورة بين أهل السنة والشيعة المتواجدة في كثير من الكتب. ست، شنو معنى ميتة جاهلية؟ هل يعني اللي ما يعرف إمام زمانه كافر؟
لا مو كافر، بل معناه أنه رح يكون ضال، تايه، ضايع. روي عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس له إماما فميتته ميتة جاهلية. قال: قلت ميتة كفر. يعني سأله قال له: هاي ميتة ميتة كفر؟ قال: ميتة ضلال. قلت: فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: نعم. ولذا أنت لما ندول إحنا نشعر بأن ضاعين تاهين، السبب لأن ما عرفتوا إمام زمانكم. ست، ولكن أني والناس اللي مثلي من مذهبنا يعرفون أن إمام زمانه هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. أنتوا تعرفون اسمه ونسبه ومعلومات بسيطة عنه، ولكن المعرفة اللي تخرجكم من الضياع والحيرة ما موجودة عندكم. ست لعد، شنو المراد بمعرفة الإمام الزمان عجل الله فرجه؟ رح نجاوب على سؤالكم في اللقاء القادم، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.